ترأس محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها. وأكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقية واهتماما واضحا من الرئيس السيسي بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.